السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة منوعات فاطمة. نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي ندير واحد الخريجة خفيفة، غنمشيو بحيرات جوزيفين أو منتزه جوزيفين. غادي ندير بكم واحد الدورة خفيفة قبل ما نجلسو نشوفو غروب الشمس. هنا كما كتشوفو معايا الطابلات أو الطاولات علاش يحط بنادم الماكلة ديالو أو يجلس إلا داير البيكنيك، وهنا البلاصة فاش كيطيبو يعني بحال المجمر ديالنا حنايا الباربيكيو. هنخليكم تكملوا الفيديو وما تزابيوش، قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا اللايك وتشتركوا المحتوى مع الاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وما ننساش نشكر الناس اللي كيتبعوني جميعا وكيشجعوني وكيخليوا لي كلام طيب. كنشكركم جزيل الشكر على الدعم ديالكم المستمر، ونخليكم نشوفوا غروب الشمس كيهدئ الاعصاب، فعلا كيهدئ الاعصاب. ما تزابيوش كما قلت لكم، خليكم تكملوا الفيديو حتى الاخر، وكنقول لكم يا فيديو قادم ان شاء الله. في امان الله.